السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسرع عاملان مصريان وأصابت 5 آخرين في حادث مروع بالسعودية. لقي مصريان مصرعهما وأصيب 5 آخرين في حادث مرور بالرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك في أثناء عودتهم من العمل عن طريق العارض بحي النرجس، حيث يعملون بقطاع التشييد والبناء بمهن الحدادة والنجارة المسلحة. وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أن وزير القوى العاملة محمد سعفان تلقى تقريرا عاجلا بذلك من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالعاصمة الرياض. وأوضح المتحدث الرسمي أن الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي في تقريره للوزير أن المتوفي الأول يدعى أسامة رشاد الدسوقي خليل من أبناء محافظة الدقهلية مركز ذكرنس منشية عبد الرحمن، ويبلغ من العمر 36 سنة ومتزوج ولديه 3 بنات أكبرهن تبلغ من العمر 8 سنوات، وتم التواصل مع زوجه وإبلاغهم وتعازي وزير القوى العاملة وتوجيههم للعمل التوكيل اللازم لشحن الجثمان بناء على رغبته الله يرحمه. وأشار أحمد رجائي أن المتوفي الثاني من نفس العنوان ويدعى علي يبلغ من العمر 31 عام متزوج وله بنت، وجاري المتابعة للحصول على بياناته والتواصل مع زويه وإبلاغهم تعازي الوزير، داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، حيث أفاد أحد زملائه برغبة زويه في دفن الجثمان بالمملكة العربية السعودية، كما كلف وزير القوى العاملة المكتب بالتنسيق مع القنصلية لسرعة إنهاء إجراءات شحن الجثمان الأول، فضلا عن اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على مستحقات المواطنين المصريين المتوفين، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتهم وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أول بأول. كما أوضح الملحق العمالي أن المصابين 5 في الحادث بإصابات مختلفة، وتم علاجهم في الطوارئ بمستشفى الشميسي، كما تم نقل أحد العمال المصابين ويدعى عماد عزمي إلى مستشفى سعود الألمان. بفحصه تبين وجود كسر بعظمة الترقوة، تلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة بطوارئ المستشفى وتم خروجه أيضا الحمد لله. كما تعرض سائق السيارة لإصابات ولكن حالته مستقرة، ولم يتم خروجه من المستشفى لحين الإدلاء بأقواله عن كيفية الحادث. وقال رئيس مكتب العمالي أنه تم رصد الحادث وقت حدوثه بإحدى الكاميرات، وظهرت في سيارة العمال في طريقها، وخرجت أمامها سيارة من طريق جانبي، حاول السائق أن يبتعد عنها فانحرف عن الطريق واصطدم بالكثبان الرملية وانقلبت السيارة، ثم نقل الجسامين والمصابين بالإسعاف طائرة هليكوبتر يعني. وقام بمتابعة الأحداث الملحق العمالي كريم أبو السعود والمستشار القانوني بالقنصلية خالد الهواري، ووجه السفير طارق المليجي القنصل العام بضرورة إنهاء إجراءات شحن الجثمان إلى مصر وإصدار تصريح الدفن للعامل الثاني، ويتابع مكتب التمثيل العمالي بالرياض بالتنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض تقارير المرور لمتابعة حقوق ومستحقات العاملين المصريين المتوفين في المملكة. الله يرحم الاثنين اللي ماتوا دولت يعني، ويصبر أهلهم، وأنا برضو بوجه لهم واجب العزاء الله يرحمهم، وربنا يشفي الإخوة المصابين. من فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويدعمنا باللايك ليصلكم كل جديد، وشكراً.